هنروح لفريق كرة السلة للرجال. كابتن أجوستي أو مستر أجوستي بوش المدير الفني بدأ تدريبات مع الفريق، بقالنا أسبوع أو 10 أيام بنتمرن. الجميل إن كابتن أو مستر أجوستي عمل حاجة جميلة، إنه بدأ ياخد اللعيبة يعني فردي وثنائي وثلاثي، بيقعد معاهم، بدأ يفتح حوار، بدأ يخش في الناحية النفسية. خلي بالكم الناحية النفسية مهمة جدا. حاجة كمان الحقيقة عجبتني أنا شخصيا، يعني أنا من أصل كرة السلة، وعجبتني إن الراجل في بطولة عربية من في اسكندريه من 29 ل 9 اكتوبر، من 29 9 ل 9 اكتوبر هينظمها نادي الاتحاد الاسكندري، طالب يشارك فيها. بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم اي مدير فني لسه بيمسك فرقه بيبقى قلقان يخش في اول الموسم بطوله جامده، وبيتحسس خطاه عشان ما يتاخدش عليه. الناس دي او المدرسه الاسبانيه الصربيه المدارس الكبيره دي لا، ما عندوش اي اكسكيوزز، هو بيخش عايز يشارك في كل بطوله عشان هدفه يعمل فريق ويكتسب خبرات على مدار الموسم. فطلب مستر أجوستي بوش انه يشارك في بطوله عربيه، الحقيقه طلب فاجئني انا، ولكن دي حاجه جيده جدا منه. ان شاء الله كل التوفيق، وهتبقى بطوله على فكره قويه، تقريبا 16 فريق قالوا هيشاركوا، وطبعا كله بيجي بمحترفين اثنين وثلاثه محترفين، هتبقى بطوله قويه جدا، وهتبقى خير استعداد للموسم الجديد.